أثبتت الأبحاث أن الكفن رداء دفن حقيقي من فلسطين، حيث كان هذا القماش شائعا في القرن الأول الميلادي. وثبت أيضا وجود حبوب لقاح لنباتات تنمو في منطقة فلسطين وتركيا وفرنسا وإيطاليا. حبوب اللقاح لديها جدار خارجي شديد المقاومة، لهذا ظلت عالقة بالكفن طوال هذه السنين. من الطبيعي أن توجد حبوب اللقاح لنباتات تنمو في منطقة فلسطين، حيث كان الكفن مع تلاميذ السيد المسيح. وقد انتقل عالم نباتات متخصص إلى أورشليم وفحص النباتات التي تنمو هناك وأخذ عينات منها. وبالفحص الميكروسكوبي الدقيق أمكن إثبات أن حبوب اللقاح التي على الكفن بعض منها خاص بمنطقة أورشليم. ولكن من أين أتت حبوب اللقاح التي تنمو في تركيا وفرنسا وإيطاليا؟ وهنا جاء دور علماء التاريخ حين قالوا إن كتب التاريخ تحوي قصة الملك أبجر حاكم مدينة أوديسا جنوب تركيا، وهي الآن معروفة باسم مدينة إرفا. وكانت المدينة في العصور الأولى للمسيحية واحدة من أعظم مراكز المسيحية. بالمدينة كان يسكن كهوف المقابر الآلاف من النساك الذين أتوا فقط ليكونوا على مقربة من هذه المدينة المقدسة. ولكن ما سبب قدسية هذه المدينة؟ ذلك يعود بنا إلى قصة الملك أبجر، هذا الملك الوثني الذي كان يحكم المدينة وقت بشارة السيد المسيح. وكان قد أصيب بالشلل، وعندما سمع بمعجزات الرب يسوع كتب إليه أن يأتي إلى أوديسا ليشفيه، ولكن السيد المسيح لم يأتي إليه. وصلب السيد المسيح ودفن وقام من الأموات، وظل الملك أبجر مريضا. وعندما سمع أن كفن السيد المسيح موجود بفلسطين عند تلاميذه أرسل في طلبه ليتبارك به، فأحضروا إليه الكفن، وبمجرد أن وضعه على قدميه نال الشفاء. وبالطبع تعرض الكفن أثناء ذلك للهواء، فعلقت به حبوب اللقاح الخاصة بمنطقة تركيا، وظل الكفن فترة من الزمن في هذه المدينة، وكان ذلك هو سبب وجود النساك بها وسبب قدسيتها.
أما سبب وجود حبوب اللقاح لنباتات خاصة بمنطقة فرنسا وإيطاليا فيرجع إلى أن الكفن ظل سنوات عديدة ملكا لعائلة فرنسية بعد أن كان في يد البيزنطيين أيام اضطهاد المسيحيين. لكن الرهبان تولوا الحفاظ عليه، ثم انتقل الى ايطاليا بمدينة تورينو، وكان يعرض على الزوار كل عام في الهواء الطلق. وبالطبع كانت تعلق به حبوب اللقاح النباتية الخاصة بهذه المنطقة. كل ذلك اثبتته المعامل والاختبارات الدقيقة.